يا صلاة النبي أحسن، إيه الكرم اللبناني ده كله؟ وأنا هاكل كل ده لوحدي؟ دي مزة أبريتيف يعني، الأكل هيجي بعدين. على كده ده أنا هخس 20 كيلو هنا في لبنان. إيه مالك؟ أبدا. الله، مالك ما بتاكلش ليه؟ لا ابدا، هاكل اهو. عزيز، ما قلتليش اشغالك واحوالك ماشيه كويس؟ الحمد لله. يعني مفيش لخبطه؟ مفيش مشاكل؟ ابدا. الله، عزيز انت برضه ما بتاكلش؟ لا ابدا. الله، اتغدى جزر؟ اصل يعني ايه خير؟ اصل في الحقيقه كان عندي ميعاد مهم وخفت اتاخر عليه. طب اتوكل على الله، اشوف اشغالك انت وانا هشوف شغلي هنا. طب اخويا عن اذنك. امر يا بيك. في عندكم شيشة يا ابني هنا؟ شيش كباب موجود يا بيك. مش كباب، شيشة. شيشة؟ ايوه شيشة يا اخي، دي مشهورة في لبنان. من فضلك لحظة. متر مصطفى، متر مصطفى اتفضل. ايوه يا بيك، في اي غلط؟ لا، اصل طلبت شيشة. هي ممنوعة؟ اوي، محضر له احسن ارجيل للبيك. يا شيشة يعني ارجيلة؟ ايوه يا بيك. منك نستفيد، نأيدها دي. جاي عزيز. ماله عزيز؟ شفته جاي، اكيد طالع لهون. في ايه؟ اتفضل، اهلا وسهلا. ما بدي اشوفه، ولا بدي حكي، ولا بدي اعرفه. لهلا ولا بعدين؟ مش المهم نشوفه جاي للاول؟ شوفه انت لوحدك، دخيلك يا منير، ما تقوله انك شفتني او بتعرف انا وين. لكن يا حلا. ولو يا منير، عم بترجيك. طب ادخلي انت جوا، اقفل الباب عليكي.